ازدحمت أروقة مجلس الأمة اليوم باجتماع اللجان البرلمانية، فبعد مناقشة اللجنة المالية تأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية، وافقت اللجنة التشريعية على الاقتراح بقانون في شأن منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة في القطاع الخاص. وعقب اجتماع وزير الدولة لشؤون الإسكان مع اللجنة الإسكانية، أعلن الوزير تشكيل لجنة لدراسة طلبات المستفيدين من قانون إعادة قيد من باع بيته لمرة واحدة وقام برد مبلغ القرض الإسكاني لبنك الائتمان الكويتي كمستحق للرعاية السكنية. وفي نفس الصدد قدم النائب خليل الصالح باقتراح توفير وحدات وشقق سكنية، وذلك كحل للأزمة الإسكانية. إيجاد الدولة بأن تقوم بتشييد عمارات، خلينا نقول ناطحات سحاب، في المناطق السكنية اللي فيها البنية التحتية، وتعملها على نظام شقق وتوزعها على المواطنين الذين ينتظرون دورهم في الإسكان للحصول على بيت لهم، وهو بيت المنصوص عليه بالدستور برعاية سكنية. هذه الفكرة هي ناتجة عن سبب المشكلة الاجتماعية اللي عندنا إياها. وأخيرا، كان للبديل الاستراتيجي نصيب حيث ناقشته لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، وهو المشروع الذي سيمنع الهجرة بين الوظائف وتحقيق الرضا الوظيفي.